واحد نجم كرة القدم مارادونا لا يزال شيوعيا. مارادونا هو أحد أشهر نجوم العالم وتاريخ كرة القدم. مارادونا بيتكلم كل فترة في السياسة. مارادونا تكوينه السياسي اشتراكي، مواقفه السياسية كلها اشتراكية، معادية لأمريكا ومعادية للرأسمالية. فنزويلا دلوقتي فيها مشاكل سياسية كتير، هي أكتر بلد فيها احتياطي نفط في العالم، عاشت فترة صعبة جدا. جه قبل كده الزعيم شافيز وحاول يصلح الأمور، بعد رحيله جه الزعيم مادورو اللي هو كان نائب شافيز أو أقرب مساعد لشافيز بيحاول يحل الأمور، لكن المشكلة تتأزم في فنزويلا نتيجة انخفاض سعر النفط وارتفاع مستوى الفقر والتضخم في البلاد، وبقى في اشتباكات وقتلة والدنيا بقت صعبة في دولة فنزويلا. روسيا مع النظام وأمريكا مع المعارضة، فالقوتين العظميين موجودين في الصراع في فنزويلا. مارادونا خرج عن صمته واتكلم وهاجم أمريكا وهاجم الرأسمالية، وقال إن هو شافيزي، وقال إن هو بيدعم الرئيس مادورو، وإن لابد أن تسقط الإمبريالية، وإنه عاش شافيز وعاش مادورو وعاشت حرية فنزويلا وتسقط الرأسمالية ويسقط أعوان الإمبريالية. ده كلام مين؟ ده كلام مارادونا اللي قال لو إن رئيس فنزويلا أمره إنه يجي ويقاتل هيلبس البدلة العسكرية وهيروح مارادونا يقاتل إلى جانب رئيس فنزويلا ضد المعارضة اليمينية. إذن مارادونا لا يزال شيوعيا، يعبر عن فكره الاشتراكي، واخد موقف في منتهى الجرأة في مواجهة أمريكا والرأسمالية وما يسميها مارادونا بالإمبريالية الغربية.